تنفيذ الضربة الترجيحية الأولى. تمنوا أنس الزنيتي يكون موفق لإنهاء هذه الضربة الترجيحية الأولى. أبو بكرين كرة تنفذ ممتاز أنس، برافو أنس، أخطبوط أنس مادف أن ومعنويات أفضل لعناصر فريق الرجاء الرياضي. برافو 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 الارتماء ومشى في المسار الصحيح. كرة من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي الآن تنفذ وتضيع، حظ عاثر. أنس زنيتي، أنس أنس أنس، وتسجل والمسجل هو ماليكون دو. يعني سعداوي السعيد الآن أمام الحارس موسى صار. سعداوي يصوب ويضيع، ما هذا السيناريو. أنس يا زنيتي نتمنى أن تكون لك كلمة كما كانت في الكرة الأولى أمام باي ديوب، أمام باي ديوب. باي ديوب يضيع 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 كرة مهمة. باي ديوب يضيع. أنا معكم اليوم نشوفوا حتى المسار كرة، ولكن كرة نتابع التحضير وتسجل زكريا الوردي. كرة تهيئ بشكل مميز، نشوف هنا ممتاز. هذه اللي كانوا يبحثوا عليها متولي وايضا السعداوي، او ايضا في منافسات دوري ابطال افريقيا. ضربة ترجيحية، يلا يا ناس. كرة تنفذ وتسجل، نعم تسجل، نعم بهذا ينتهي مشواره.